رحت لعنده الحكيم، انت حكيم رحت لعنده؟ قال لي شلع شلحت. قال لي شلع كل شيء شلحت. قال لي طب طبيت فحصني، عندي حكيم سنين غريبة. ايش الشيء ضروري خبركم يا عم مرتي، اول ما طرحت علي عجبتني كثير فقررت اعمل لها شعر لشدها، فعملت لها هيدا الشعر. قلت لها رنا انا بحبك كثير، قلت لها رنا مش شايف مثل حلاكي، قلت لها رنا بشوفك كثير، قلت لها رنا ما فيني اعيش بلاكي. قالت لي جاي، انا اسمي علا. مرتي اسمها علا بتجنن، بس عندها كم مشكله كم عله. اول مشكله كثير بتشنخر كثير، قالوا لي جيب لها مخدة طبية. قلت لهم إذا خنقتها بمخدة عادي ما بيمشي الحال. درشتها لإخنقها. المشكلة الثانية إنه غرامة تسافر. كثير بتحب تسافر. حيالله فرصة بتسافر. مشان هيك رحت لعندها قلت لها حياتي جبت التيكتس على فرنسا بنص حقهم. قالت لي واو كيف؟ قلت لها مانك جاي معي. المشكلة الثالثة إنه مرتي ما بتطبخ. ما بتطبخ، ما بتعرف تطبخ، صار لي 9 سنين مجوز، الجمعة الماضية فتحت الفرن، لقيت فيه الكتالوج بالنايلون. بس كيف بدها تطبخ إذا بتقضيها بالجيم؟ عايشي بالجيم، كل وقتها بجيم، مش لعندي هيك مرة تعمل لي كثير موجوعة، مزقت عضل، شو بعمل؟ قلت لها فوتي خدي دوش مي سخنة بسرعة، قالت لي بروح الوجع، قلت لها مثل طيز الوجع، تروح الريح على كتير. رحت معها على الجيم بدي اتفرج عليها شو بتعمل، فرجت عليها ب4 ساعات عملت 2 معدة 3 بوش اب 136 سيلفي. هذا النهار باقي الوقت بتحضر تلفزيون، بتحضر كل شيء كل شيء، بتحضر تركي، بتحضر سوري، بتحضر مكسيكي. من فتره بلشت تحضر مسلسل صيني، من تالت حلقه انتزع. حس حالي بغير بلا في فرق وقت بيني وبينك. وبتحضر مسلسلات لبنانيه كمان، بتحضر مسلسلات لبنانيه؟ انا بالنسبه لي المسلسلات اللبنانيه عم تعمل عجايب، جد عم تعمل عجايب، ابن اختي مكرسح حرام، وقف ومشي، ليجيب الريموت ويغير.